ولتسليط الضوء أكثر على الانتهاكات التي تقع على شعب الإيغور المسلم من قبل الحكومة الصينية، ينضم إلينا محمود محمد وكيل جمعية علماء تركستان الشرقية عبر الهاتف من إسطنبول. حياك الله أستاذ محمود. واشنطن تقر مشروع قانون يحظر استيراد السلع من مقاطعة شينجيانغ الصينية، إلى أي مدى ترى أن هذه العقوبات يمكن أن تخفف من الضغط عن ملايين المسلمين المضطهدين في تركستان الشرقية؟ أحييك أخي الكريم وأحيي المشاهدين الكرام، السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا هذا جهد مشكور يعني، ولكن نحن نتمنى أن يتضافر الجهود من كل العالم، مثلا من الدول المختلفة، حتى يؤثر على سياسة الصين في منطقة تركستان الشرقية. الصين طبعا يعني تصدر إلى كل دول العالم تقريبا، ولكن إذا كان هناك توجه عالمي في عندما يستورد الدول أي بضائع من تركستان مثلا، تبحث هل هذه البضائع مثلا التي صنعت في تركستان صنعت بأيدي عمال يعني الذين أجبروا على العمل قطرا ولا لا. عندما يكون هناك أصوات يعني منددة التي تدين هذه الأعمال، ممكن عند ذلك تتأثر الصين بهذه الأصوات وبهذه التنديدات من العالم الخارجي. ولكن يعني دولة واحدة، نتمنى يعني أن تتوقف الصين عن هذه الإجراءات الظالمة في تركستان الشرقية، ولكن تأثيره قد يكون ليس كما نتمنى يعني. طيب، يعني على الرغم من هذا القرار الأمريكي وإعلان هذه العقوبات، لكن توجد هنالك شركات فنية، وهذه الشركات هي أمريكا وغربية، تسجل وتصور أعمالها في مقاطعة شينجيانغ التي تحوي هذه المعتقلات التي يعتقل فيها المسلمون. كيف نفهم هذا الأمر؟ هناك يعني مصالح الدول هي في المقام الأول. يعني أي دولة، أغلب الدول تنظر إلى مصالحها وليس إلى المبادئ التي بنيت هذه الدول على أساسها. كثير من الدول عندها مبادئ الحرية والعدالة وأنهم ضد الظلم كذا وكذا، مكتوبة في الدساتير مثلا، ومنظمات حقوقية تدعو لمثل هذا. ولكن عند تطبيق هذه المبادئ العالمية التي تعارفت عليها الإنسانية جميعا، عندما تتعرض هذه المبادئ مع مصالح الدول، أغلب الدول يعني تتغمض عينها عن هذه المبادئ، وإنما تتعامل يعني بطرق تحصل بها على مصالحها الذاتية أو الاقتصادية. الأستاذ محمود محمد وكيل جمعية علماء تركستان الشرقية، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.